خلينا نشوف افضل لاعب في التاريخ معلم. بدي اشوف لعبونه، بدي اشوف التكتيك اللي بده يعمله ضد ملك التوب لادر. طبعا هو كوسو 6400 يمكن فرجاني بروفايله، بس عشان الموسم اكيد بتعرفوا بنقص كؤوس. خلينا نشوف هذا المحترم. اوكي باتس، راح ارمي بيبي من هون ليدعم او شيء. حلو طبعا يا اخوان، لايكات كل الفيديو، اشتركوا بالقناه. اوكي فالكري نسينا نقول معلم، بس بحبش الفيديوهات اللي بهايته زي هيك، بسرعه بحب الفيديو يبلش عشان يخسر بسرعه. فخلينا نشوف. اوكي لازم ارمي فالكري هون عشان الفالكري تبعته راح توصل تاخذ 3 ضربات، فممتاز. تسلا وفالكري وباتس، شو بيلعب هذا؟ شوفوا شوفوا الغشاش مفوت حسابه الثاني من فوق، شوفوا في واحد من عنده بحذر عشان يشوف قديش كسير ويعرف يهجم متى يهجم ومتى. والله انا غشاش. يا حبيبي اوف اوف. اوكي راح فعل برج الملك بس بويزن، هذا شكله عامل لي كاونتر والله. بربريان نسيت معه باتس، والله نسيت الباتس، يلا مش مشكلة. بس والله فول كاونتر ترى يا اخوان، معه فالكير وباتس و بويزن، مصيبة كبرى هاي. بس في عندي فكرة، الدفاع علي كثير سهل تشكيلته. شوفوا ويزارد كمان، هلا والله هلا والله، تحسه باقي عارف تشكيلتي يا زلمة، وش عارف اكسير. يشوفوا لسه بحذر اللي من عنده يا غشاش. لا بدناش نظلمه يا اخوان، يمكن صاحبه وشي في داك الزلمة. فوز وخذ شو ما بده. اوكي بويزن هون مش عشان تسلا، لا بدي ندمج شوي برجه لانه ما معي شيء، وفلل الاكسير. تومبستون هون، شوف غلطت انا بس تعرف شو بدي اعمل. دقيقة شوي، تورنيد لورا معه زاب. يا حبيبي تمام، صرفت مليون اكسير عشان صديت هوك، بس انا غلطت في التومبستون، لازم حطيته في النص. بس للعلم اذا حطيته بنص باخذ ضربة لانه معه زاب، فكويس اني هيك عملت. اوكي فالكري مشكلة، بيكو كمان مش طبيعي تشكيلته. بويزن هون راح نقتل الويزارد، ممتاز اهم شي يموت. تومبستون هون راح يدعم بهوك اكيد، عارف. ايس ويزارد هون حلو، راح انفعل كمان مرة او اسحب على برج الملك قصدي، بس هيك تعمل هيك نايس، صدينا الهجمة ايزي بيزي. حلو معه باتس حاليا، فمش راضي يصرف الباتس ولا البويزن، البويزن صرفها بس معه باتس حاليا، لازمنا بويزن بسرعة هون. كويس ويزارد نايس، راح ناخذ الدمج كثير حلو، دمج مش طبيعي راح ناخذ عليه. حلو اوكي ايس ويزارد، تومبستون راح نجهزه. حلو بيبي من هون عشان نسحب الباتس، نايس. شوف شو بدي اعمل في الهوك، بدي اودي على الجهه الثانيه هيك، نايس. فن وتكتيك السبلاش يارد، خبره سنين فيها معلم هاي التشكيل. لا بس بلعب فيها صار لي يمكن 3 اشهر على قناتي الثانيه بالحساب الصغير، فوضع صار كويس فيها والله تمام. لا كويس سحبت الهاي، بس بويزن هناك راح ناخذ دمج حلو اصلا، لانه بس حط باتس مع البويزن بموتوا، فراح يطلع كمان سكيلتونز. الجيم انا لحد الان بس بدي ادافع صح. طبعا انا نسيت اقول لك والله نظام التحدي، والله نسيت اقول، دقيقه شوي. ايش وزارد هون بده اول جيم نلعبه عادي تشكيلاتنا زي هيك، والباقي كله سحب. فتوم بستون هون، والله نسيت اقول، بويزن هون، بربريان برد بسرعه عشان ويزارد يموت بسرعه ما يقتل لنا الدنيا كلها. حلو حط هوك، توم بستون هون مره ثانيه، راح انجز التورنيدو لورا او لا، ما في تورنيدو ليش اعملها؟ شيت مان، جريف يارد، بربريان برل، الويزارد راح يموت. مش عارف كيف البيكا مسك البربر وهو وراه مليون متر، مش عارف ليش. نايس دفاع اسطوري، مستحيل توصل على البرج تبع معلم، انت غلطت، لازم من اول هجمت صح، لان تشكيلتي على التريبل مستحيل تقدر توصل على برجي. واي ثينك انه جي جي معلم، تعال لهون انت يا هوك، مع انه كاونتر بس فزنا عليه وقاعد بغش. شوفوا حتى لسه قاعد بحضر الشخص اللي عنده. اوكي ايس زرد هون، يعني شايفين يا اخوان حتى هو كاونتر بيخسر.
يعني شو في اكثر من هيك؟ يلا بسرعه، 1-0 1-0 حلوين هيك. بدي جيمين بنخلص ام التحدي. اوكي بدي اطلع هسه على السريع. اوكي بدي ابعث له مش عارف تريبل. افتح يلا وين جوت فريندلي باتل تريبل. وين تريبل درافت فريندلي باتل ثاني. تعال تمام هيو فات بالله. شوف رح اختار ماذر ويتش لانه تعدلت فصارت احسن. برنس بدي اخذ برنس لانه في فالكيري فوق معه فبفيدنا. فاير بول فاير بول لفري. اقول لك فاير زين ليش. رح اختار مره ثانيه تورنيدو مش اسهم ولا شو اسمه لان تورنيدو يمكن تفيدني لانه ما معي دي بي اس غير شو اسمه. رح اخذ برابرة. ناخذ مش عارف باتس ولا فلاينج. اسمع بدي اخذ باتس احسن لي. الكيتر ويزارد ليش؟ لان شوف عنده فوق خلص اعطيني الكيتر ويزارد. انتو شايفين مع ويتش فوق. احا شو هذا؟ ولا تشكيلته زي الزفت والله. ترى والله يا اخوان هو معه ميجا نايت كمان، ما نسيت لازم اخترت الجولم. والله بعرتها من الاختيارات. معه ميجا نايت وميني بيكا كأنه شفت بالخيارات عنده فوق. والله شوف هذا الجيم صعب يمكن نخسر بس بدنا نشوف اذا لعبنا صح بنفوز. دفاعي كويس نوعا ما معي برنس معي برابرة. طب رويلوكس من هون حلو. اوف ليش هيك البابلر يا منوب؟ ولا هيك حرام شرعا الباولر. شوف قديش رح اخذ دمج. الباولر بنحط على جنب يا زلمة. 1200 دمج حلو. برنس من هون. اوكي نايس بس بتعمل هيك برابرة بالشكل هذا وصديناهم يا معلم. اوكي والباتسون رح تمسح الفالكير على السريع. نايس لو حطيت البرابرة في النص ببلع والله. تورنيدو بسرعة هون. لا ما زبطت كنت بدي اعمل يشحن بس المهم قتلناه. حلوين لحد الان الوضع مستتب يا اخوان. شكله الجيم الثاني في الجيبه بس الله يسترنا هسه على الدبل. اذا عمل لي هجمه باولر وميجا نايت خسرت مع عزاب تنسوش. الله يسترنا. ترى تشكيلته كاونتر والله لو تدقق فيها والله كاونتر تشكيلته. راح ارمي ماذر ويتش على الجسر من هون. اوكي حلو. 1-2 1-2 1-2 اوكي راح انا بسرعه رويلوكس من هون. والله بجمع الميجا نايت اكلنا هوا والله عارف بس تحس في سكوت انسى الوضع تاكل هوا. طب هون شوف شو بدي اعمل لازم اصد اقول لك تعمل هيك. تعرف اني بعرتها والله بعرت امها مع عزاب. غلطت والله غلطت. راح ينط الميجا زفت والبيكا راح ياخذ ضربه. لا فاير بول من هون والله حرام ياخذ الدمج. انا غلطت لازم ما رميتش على الباولر صدت هاي الهجمه. يعني الباولر باخذ له 3 ضربات بس طلعنا باحسن الخسائر معلم. بدناش نرجع نعيد هذا الغلط. اوكي برنس من هون راح نجهز المذر ويتش. حلو لانه اصلا كنت بدي ارميها في جميع الاحوال هون. نايس مع انه في سكيلتونز كمان فالوضع اسطوري. اوف غلط في اللايتنينج كمان مع اللايتنينج يا حبيبي. رويلوكس من هون والله اني اهبل اقسم بالله مش عارف ليش حطيتهم والله ما حداش يسالني. جي جي شكلها. الكترة من هون والله جي جي يا اخوان. برابرة اوكي راح ارمي المذر ويتش بالشكل هذا من هون عشان طلع خنازير ويروح على جهه الميجا نايت في حال انه قتل برابره بالضبط. لا نايس حلو لحد الان الوضع ما فينا هوا فيه. غير نخسر يا زلمه والله تشكيلته صعب علي. يعني شوف معه ويتش للبرنس معه ميجا نايت للرويل هوكس ومعه فالكري ومعه لايتنينج للمذر ويتش والكيترو. مش طبيعيه تشكيلته. اشوف معه ميجا نايت الميني بيكا هاب. جي جي مستحيل ما بقدرش. برابر هون. لا نط والله بسرعه عاد نزلتهم يا زلمه. جي جي
والله هي صعبة صعبة ملي. يعني تشكيلته لكل كرت مكونترنا فيه، يعني عامل لي مضاد فاهم. يلا بدي ابعث له كمان مرة على السريع فريندلي باتل. ترى تعال تعال معلم هيك واحد واحد مش مشكلة. رح ارجع اختار البرنس مرة ثانية معلم، معه نايت وايس جولم، فالبرنس رح يفيدنا كثير في التشكيلة. وزرد 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 معلم، لأن نشوف معه انفيرنو وهنتر، الوزرد رح كثير يفيدني كمان. ميني بيكا لأنه مع برابر وإيلايت، ف سنوبول رح تفيدنا كمان. فالجرافيارد أو دريل ولا مورتر، رح اختار ال والله مش عارف، يمكن مورتر مورتر. اسمع المورتر راح تفيدنا كمان. سكيليتون والله اذا اخترنا السكيليتون بضل احسن من الكتر سبريت. تعرف بدي اخذ تجميد ارشر، الارشر احسن من البرنسس في التشكيله. شوف راح اهجم مورتر واعمل له فريز بنفس الوقت، هسه راح تشوفه. حلو، شوف ترى صاحبه بعده بحذر، يعني فوت صاحبه وهو فايتين مكالمة مع بعض، بقول له اسمع بس تشوف لي قديش كثير وسرعة بتقول لي عشان اهجم ولا لا. والله انك غشاش. هات خلينا نشوف كيف بدنا نفوز هذا الجيم يا معلم. شوف راح ارمي سنوبول على البورد نسايكل. راح ارمي مورتر هسه بس نفلل بسرعة مورتر هون، بدي اشوف ايش راح يزيد لي. حلو راح تاخذ ضربة، بقدر اجمد واحط ماني بيكا تاخذ خمس ضربات بس لا نهدي شوي. راح احط سكيلتونز ورا عشان الايت الثاني ما يمسك البرنس بنفس الوقت يقتله في حال انه قتلهم الثلاث. دفاع ولا بالاحلام. حلوين. والبلايد اكيد يا زلمة غصبت عن راسك. من بيكا يخرب بيته. راح ارمي سنوبل مش راح اعمل فريز، خليه ياخذ ضربة. دمه كثير قوي صار يا زلمة. والله دمه كثير بتحس زادوه أكثر من زمان، كثير وسخ. أوكي هون فاير سبيت راح تنط، بسرعة مورتر من هون، تقول لي صار مسيكل الإيلايت. انفيرنو. تمام، تمام، تمام. أوف، كيف جاب الإكسير؟ ويزارد من هون. أوكي بسرعة بسرعة راح نحط هون بسرعة آرشر من ورا عشان نرجعهم لورا. حلو. والله كويس اني صديتهم يا زلمه. لو اني اخترت المينينز بلعنا. قلت لك الويزرد والله راح يساعدني. والله بتعرف كمان زاب مش طبيعي يا زلمه، هذا بتحسه عارف شو بختار يا زلمه. والله بتعرف الويزرد بده بف، بحسه اكثر كرت مظلوم باللعبه. والله في حدا بيستخدمه كثير الويزرد، نادر نادر تلاقي حدا بيلعب ويزرد. لو يعملوا له بف برجع. ولايتنينج هذا زي ناسخ التشكيلة اللي قبل، نفس التشكيلة. بديش اعمل فريز، بتعرف شو بدي اعمل؟ ويزارد من هون. هاي مسكته، يلا مش مشكلة. يلا كويس، حلو ويزارد ضل عايش يسعد دينك يا زلمة، كفو الويزارد. والله اسطورة يا زلمة. ميني بيكا من هون، والله ضغطنا فيها هاي. راح احط الكتر جينت صح؟ ما معه حل غير هيك، بسرعة مورتر من هون. الكتر جينت، فيش معه الا شيء. فيش معه الا اشي، قصدي فيش معه الا هو. إيه كويس. شوف هون يمكن اعمل فريز او اقول لك مش مستاهلة. انسى. او اقول لك بدها فريز، شو مش مسكناش الفلانج ماشين يا زلمة. يلا. بدي اعملها سنوبول زي هيك، تقدمها لقدام عشان ويزر. يخرب بيت اللايتنينج يا زلمة. تمام يا معلم، خلينا بس نجمع شوية اكسير. بدي ارمي ارشر من ورا. وزعهم يمين يسار. اوكي مورتر من هون، هسه الفريز بده يشتغل، هسه هون الفريز. من بيكا ايوه قدمه قدمه كمان شوي، قدمه قدمه قدمه. فريز من هون، المورتر راح تكون ماسكه البرج حاليا وحده. وزرد من هون، كفو. سنوبول بالشكل هذا، سكيلتونز بسرعه عشان فلانك مشين تمسك السكيلتونز. ما مسكتهم، كمان وحده يا عمري على المورتر ثلاث ضربات. خلص سلم ام الجيم يا زلمه. يلا كويس، خليه يدافع، خليه الزلمه بده يفوز. ارشر من هون، بدي رويال باس والله ما تاخذه. مين فيك هون بسرعه مورتر من هون ونجهز الفريز.
الفريز الفريز فاتينا جي جي. الزاب استخدمها هي واستخدمها، والله فكرت استخدمها قبل بس قلت استخدمها عملها على المين بيكا. جي جي ضربة واحدة يا مورتر، ضربة واحدة ضربة واحدة. فن والإبداع عندما يجتمع عن جلد وتشكيلته كنترول طلع لي فيها. آخ يلا آخر جيم تعال معلم. جوت قال مفكر حالك ميسي، ميسي هو الجوت. لا بمزح هو رونالدو بس يعني ميسي هو الأفضل دائما. الأرقام بتحكي معلم، الأرقام بتحكي ما ناس دخل. راح أختار بيبي دراجون لأنه في معه مينينز. أقول لك هات لي الروكيت وقفت علي. نايت راح أختار نايت، والله راح يفيدني يمكن. ميجا نايت ولا جوبلين ولا رويال جاينت، تعرف شو بدي أختار؟ رويال جاينت والله يفيدني كثير. دارت راح أختار لوك. أوف البولر، ولكن إن شاء الله حطيناك مع مليون كرت. تعال تعال. شوف الإلايت راح يفيدوني كثير بس راح أختار اللمبر جاك لأنه تشكيلتي بتكون أسرع، فمش راح تفرق كثير إذا اخترت الإلايت. فاللمبر راح يعمل شغل أسطوري. خلينا نشوف الملك الجوت شو بده يعمل هسا. إن شاء الله تكون تشكيلته ماشي حالها. دائما بيطلع لي كاونتر ريزر. بختار البرنس بكون معه زاب، بختار كروت بيطلع معه لايتنينج. شو ولا أول جيم فول هارد كاونتر كان تبع البويزن والبيكا والفالك. يلا يا حب نزل لك كرت، الله يرضى عليك مستعجلين. طب بتعرف شو بتعمل؟ مشكلة بحبش نزل الدارز، أنا أخذ 200 دامج ومش عارف شو زي الأهبل، بس فيش حل غير هيك. خلينا شوي خلينا شوي، مش ناوي ينزل هذا. بتعرف شو بدي اعمل؟ بدي احط الدارت على اليمين ان شاء الله ما يلحق. حلو ما لحق. واحد ثنتين ثلاث، ثلاث ضربات ولا البلاش. باولر من هون، الفالكر ممكن تلف لف في واحدة غير هيك مستحيل. لف في واحدة، اوف والله لفت ثنتين. يلا في داك يا زلمة. اجهز البيبي في حال انه حط المينيونز. شكله اختار الاكسكيوشنر مش الحشد المينيون، فبيبي دراجون من ورا. كمان واحدة باولر يا عمري. حلو بس ركت هون معلم وصدنا. والله مصيبة تشكيلاته، بقول لكم تشكيلاته الزلمة مش طبيعية الاختيار عنده. غلطت غلطت صح؟ والله غلطت. لا يلا وفكر ما معي كسر بس لا كان معي بس انا غلطت فاعذرنا معلم. مستر جيم ما بلشش بعدنا بنحمي معلم. بس شو معه دفاع؟ ما معه اشي قوي صح؟ يعني الفالكير مش راح تعمل اشي قدام الرويال جاينت ولا الاكسكيوشنر. فعن الاغلب فايزينه هذا الجيم. فالكير من ورا، بتعرف شو بدي اعمل؟ بيبي من هون اذا بدي يحط منطاد. إذا حط الاكسكيوشنر بسرعة رويال جاينت هناك. رويال جاينت على اليمين على اليسار. برابرة واحدة. حلو طب شوفوا هسه ايش بدي يصير اعمل. اوكي دارت محله غلط، لازم بعدته شوي بس مش راح يوصلوا عليه اصلا. لامبر جاك من هون، بدي اعمل لك هسه بريدكشن للتاريخ بس استنوا شوي. دوغ من هون مش راح توصل. نايس بيبي من هون. والركيت دائما بدنا نخليه للمنطاد الا في الهجمة اللي بدي اعملها واعمل عليها بريدكشن بس مش هسه. تمام راح نرجع نرمي هنا روكيت. حلو نايس. رويال جنت بسرعة من هون، اذا حط برابرة ضربة من الباولر مع اللوك يكون بدهم بس كمان ضربة من الباولر بعدين بتصير البرابرة. كمان واحدة له يسعد دين، شايفين كمان واحدة. طبعا شوفوا هو الافضلية الي حاليا لانه اذا غلطت انا في اللايتني في شو اسمه. اوكي روكيت هون، الباولر تعرف ليش حطيته هون؟ يمكن ما حدا يصدقني بس عمدا عشان اذا حط باندت تيجي على الباولر، فاهم؟ لانه قبل شوي شحطه ما بلحق، كانت بتمسك البرج بفقع وجهي. تورنيدو غلط معلم. شو هذا رويال جاينت من هون، اذا حط منطاد اكلت 100 كندرة.
كويس ما حط المنطاد. والله لو حطه ترى سايكلو سريع. بيبي دراجون من هون، لا روكيت من هون، راح يمسك الباندت كمان صح؟ لا عاد الروكيت بدي اياه للبرابر يا زلمه. لمبر جاك من هون، تو دارت جوبلين قصدي، في رويال جينت هسه راح ينزل كمان مره بسرعه. حلو، شوف البريدكشن، 1 2 3 روكيت. وك والله عارف ولك، مش طبيعي لعب، مش طبيعي لعب. كمان واحدة، كمان واحدة، كمان واحدة، بس فتحنا وجهه فيها هاي. دارت جوبلين من هون، شوف هسه الضغط، شوف كيف بدي اضغطه. رويال جينت من هون، لمبر جاك بسرعة، شوفوا هذا البريدكشن كمان بسرعة. لوك من هون، لعبه طريقة لعبه انحفظت معلم، غير اعمل لك شيء جديد. اوكي بيبي دراجو من هون بسرعة، مش راح يقدر احط منطاد مستحيل بسرعة. الرويل اوف اوف اوف، هدي معلم هدي، يعني انت قاعد تضغطني، انت خسرت الجيم. ضربة باولر يسعد دينو، كمان واحدة ضمننا الجيم. اه والله ايدي انكسرت يا زلمة، فقعنا الطاولة، انسى الوضع. جي جي 3-1 لملك التوب لادر. ولك بدي مستويات تيجي تهايط علي، شو خايف ومش خايف، افضل لاعب في التاريخ. ولك هذا البريدكشن عن تاريخك كامل، لا بمزح، بريدكشن عادي الكل بيقدر يعمله. المهم يا اخوان هذا كان الفيديو، فزنا على افضل لاعب في التاريخ اللي اسمه جوت، في الانستغرام يمكن اسمه احمد، اصلا بينته في بدايه الفيديو عشان ما حداش يقول لي تمثيله وصاحبك، اسالوه، كل الانستغرام عندي زي هيك يا زلمه، بهايطوا عشان يخسروا الفيديو. المهم نلتقي يا اخوان، سلام.